أشاد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بالرؤية السامية لجلالة الملك المعظم وتوجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تمكين الشباب وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية وتعزيز إسهاماتهم كشركاء فعالين في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية. جاء ذلك لدى مشاركة وزير الخارجية في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بالتعاون مع وزارة الخارجية ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل. خلال مشاركته في الحلقة النقاشية التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، أعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره لهذه المبادرة التي ستمكن شباب البحرين وتجعلهم شركاء فاعلين في مسيرة الإنجازات التنموية والدبلوماسية. الشباب البحريني شباب نعتز نفتخر، وانتم بالفعل رهان، لكن لما نتكلم عن المستقبل يجب ان احنا نشوف الحاضر، وعساس نقدر الحاضر يجب ان احنا ننظر الى نسيجنا التاريخي الوطني العظيم. أمة البحرينية أمة التحدي، وأبانا وأجدادنا مضوا وواجهوا أخطار وشدائد كثيرة، وأنتم نتاج المسيرة. برنامج رهان المستقبل بدأت في منتصف شهر يونيو الماضي واشتملت على العديد من ورش العمل الدورات التدريبية، وإحنا اليوم في المرحلة الثانية من البرنامج الذي يركز على اللقاءات مع المسؤولين مع القادة مع الوزراء للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم. اختيار اسم البرنامج رهان المستقبل هو اسم على مسمى، فعلا اليوم حكومة مملكة البحرين تعتمد وتعتبر الشباب ركيزة هامة في 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 ازدهار ونهضة الدولة، فبالتالي احنا نشجع الشباب على التميز وعلى المعرفة وعلى التحصيل العلمي. هذا وأثنى الطلبة المشاركون في البرنامج على ما قدمته وزارة الخارجية لهم من معلومات ثرية تسهم في تعزيز الوعي السياسي لديهم وتوعيهم بأهداف السياسة الخارجية للمملكة وقيمها الراسخة ومبادئها العريقة في إرساء ثقافة السلام. جدا سعيد بأن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل أطاحت لنا الفرصة بأن نقابل مسؤولي الدولة ومنهم سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اللي ما قصر معنا. طبعا احنا كشباب وكان فريق المعني موجود وأعطانا كم من المعلومات مهم ان احنا نعرفه. تعرفنا على خطة البحرين لحقوق الإنسان وهي من أهم الأشياء علشان نعكس حق العالم شلون البحرين حافظت على حقوق الإنسان والتزمت بهذه الاتفاقية. بلا شك ان الفرصة اللي حصلنا عليها كشباب في معهد التنمية السياسية من برنامج رهان المستقبل يساعدنا في التعرف على الأنظمة والبرامج التي تقدمها هذه الوزارات ودورها في تحقيق أهداف مملكة البحرين. وتأتي هذه الجلسة الحوارية مع انطلاقة المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل والتي تتضمن مجموعة من الحلقات النقاشية بين الطلبة المشاركين والوزراء في المملكة لمناقشة مواضيع متنوعة تفيدهم في حياتهم العملية المستقبلية. جاء هذا اللقاء لبرنامج رهان المستقبل كأحد المبادرات التي تترجم توجيهات جلالة الملك المعظم حفظه الله في منح شباب البحرين الفرصة الكاملة في التفاعل والمشاركة في صنع القرار ورسم الخطط المستقبلية باعتبارهم مستقبل هذا الوطن ونهضته. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.